لنقاش الملف اللبناني والأوضاع الاقتصادية والسياسية المتأزمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، يا هلا. أستاذ نبيل، حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون من انهيار مرتقب للبنان إثر الحالة الاقتصادية المتأزمة، إلى أي مدى يساهم تعطيل تشكيل الحكومة في تعميق هذه الأزمة؟ يعني بداية، يعني ميشيل عون يحذر من الفوضى والانهيار، وهو يعلم بأن الفوضى وهذا الانهيار المالي لم يأتي من فراغ، يعني أتى بسبب تسليم هؤلاء بمن فيهم رئيس الجمهورية لحزب الله يعني مقدرات الحكم والسلطة الفعلية في لبنان، وها هم اليوم يعني يحاولون إلهاء الشعب اللبناني بالدفاع عن صلاحيات رئيس من هنا ورئيس من هناك. ونحن نعلم كلبنانيين أولا بأن كل هذه الرئاسات هي رئاسات من ورق، وأن الحاكم الفعلي في مكان آخر في طهران، وبالتالي كل ما يعني يصيب لبنان اليوم هو نتاج سياسات وتنازلات قام بها هؤلاء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من خلال صفقته الشهيرة مع حزب الله لبيع لبنان مقابل كراسي من ورق. هذا اللبنانيون، معظم اللبنانيين يلتقون حول هذا الرأي ويعلمون بأن الانهيار المالي جاء بسبب الصفقات، جاء بسبب تهريب المواد الأساسية إلى سوريا والعملة الصعبة إلى النظام السوري، وبالتالي كل هذه السياسات جاءت إلى هذه النتيجة الإلزامية، وهو انهيار مالي وانهيار الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبنانيين جميعا. في ظل الاتهامات المتبادلة بين ميشيل عون وسعد الحريري حول تعطيل تشكيل الحكومة، إلى أين تتجه الأمور؟ وهل تعتبر حكومة التكنوقراطية الحل الفعلي للأزمة؟ طبعا المبادرة الفرنسية والدولية تنص على تشكيل حكومة لبنانية بشكل عاجل تكون من التكنوقراط، يعني الاختصاصيين، ولكن أن تكون حكومة مستقلة عن السلطة السياسية التي أودت بلبنان إلى الانهيار. فميشيل عون يقول لسعد الحريري بأنه هو ليس مستقلا، وهذا الأمر صحيح، يعني سعد الحريري ليس مستقل، سعد الحريري هو أحد المسؤولين عن هذا الانهيار، وبالتالي يجب تكليف رئيس من خارج الطبقة السياسية، من خارج طبقة المنظومة الحاكمة، منظومة الفساد، وأن تكون التشكيلة بكامل وزرائها من الاختصاصيين المستقلين حتى تحظي بالثقة الدولية، لا سيما ثقة الجهات الدولية المانحة. لكن ما هي أسباب ودوافع رفض مقترح حكومة التكنوقراط تحديدا من قبل الرئيس ميشيل عون؟ لأنه يريد حكومة محافظة، يريد حصص وازنة لصهره جبران باسيل الموضوع على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب فساده. هذا بشكل يعني بكل بساطة هذا الأمر معروف. وبالتالي لا زالوا حتى اليوم يعني يديرون ظهرهم لمطالب اللبنانيين ولمطالب الصناديق الدولية المانحة والمجتمع الدولي، ولا يعيرون أي اهتمام لما سيؤول إليه لبنان بعد هذه الفوضى وهذا الانهيار المالي الكبير. يرى مراقبون أن انهيار بنوك لبنان قد يتسبب في حدوث انهيار مالي في الشرق الأوسط ككل، إذا كان الأمر كذلك كيف يفسر موقف الدول الإقليمية الداعمة للبنان تاريخيا من الأزمة الحالية؟ يعني إذا كنت تقصدين سيدتي أن هذه الدول هي دول الخليج العربي، دول الخليج العربي لديها شروط من أجل دعم لبنان، وأولها يعني إعادة لبنان وسيادة لبنان وإعادة لبنان إلى محيطه العربي. لبنان ممتلك عن محيطه العربي وهو مرهون للسياسة الإيرانية، يعني هذا بشكل بسيط. لذلك لا يمكن أن تقوم هذه الدول بدعم غير مشروط للحكومة اللبنانية الفاسدة والتي باعت لبنان للإيرانيين، وها نحن نحصد الآن كل هذه السياسات كما أسلفت. شكرا جزيلا لكم المحامي ورئيس منظمة لايف الحقوقية الأستاذ نبيل الحلبي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.